نسمع لا قناة العائلة البوند انونس تاع التشريف الجمعيات هذوما كيما ذاك تاع واش جوادي طحانة سراقة كذابة عملاء طاق يلزم يخلصوا عباد باش نحفظوه درسهم باش يعطونا هذا فهمت هذا ماشي في حرب ضد نسمة وقروي مش سهل يمشي الجمال عارفه ويقول له ايش قولك في اي واتش يعني لو كان كنت انا رئيس تحرير وجاني المقال هذا الاستقصائي تحقيق استقصائي نرفض 45 مليون في السبان اكثر من حاجه يسبوه مثل البو حطوا صور هو داخل في السهم نلعبوهم شويه تصورهم حاجات هكاك ديارهم جاتهم شوفوا ايش ونعم عندك امبوزيسيونمون قناة العائلة وعندك قيم وعندك مبادئ معناتها اللي هما يسوا امبورتون في بلادنا اضرب توا لو بروجان تفوت الطفلة هذيك نبعثوا الدار نبعثوا الأمين الدار ومازلت مش نتسائل على أنتم شكون من أنتم على طريقة الرفيق معمر القذافي ونعم بوند أنونس فيها كان الثلج دخل فيه قدموا قضية دون 5 أون نعطيهم 700 دينار صباح في توبة بيان فهمت؟ جمع قروي ونسمع اش قدمت معناتها للمجتمع التونسي وللتوانسة انت بو فلانة اش تعمل تعرف في بنتك هي مفيونسي مع فلان راهو هذا عميل وسبيون تاع امريكا واخذ الفلوس ويعمل انت راضي بنتك هكاك في الحومة وندوروا على الحومة هكا نعطيها دار عديال هذاك نهشموه هذاك قروي بالمكلفة بالشؤون السياسية بسفارة أمريكا أودن ماكرنان حول البرنامج المستقبلي لمنتدى العائلة الدستورية عملاء إسبيون كورومبو سراقة يبتزوا يفل ديتروير لبي قبيل القروي وغازي القروي رمصوا حابي والآخر نهار مش نبقى ندافع على قناة نزمة مقدمة على جمعيات رأى صارت مشكلة جمعية إسلامية هذه وهذه مرامات وطوها متحن لا قناة العائلة.